بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة الإبداع للبرمجيات، أهلا بكم في فيديو جديد، وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. رسميا وزير التربية والتعليم يعلن العام الدراسي الجديد بحضور يومي للطلاب والمعلمين مع تفعيل الغياب اليومي. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب. وأضاف الوزير أيضا أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب للطلاب والمعلمين والإداريين، وتكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء. وبكده عرفنا بيان وزير التربية والتعليم بخصوص بداية العام الدراسي الجديد مع حضور يومي للطلاب والمعلمين، وكمان مع تفعيل الغياب. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.